الخبر الأول معنا يتعلق بمرض جدري القردة، وعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة عدم رصد أي حالات مؤكدة في مصر حتى الآن، إلا أنها أعلنت في منشور توعوي 3 إجراءات لمنع انتشار الفيروس، وهي رفع مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي، وإصدار دليل إرشادي للأطباء في جميع المحافظات لبيان كيفية تشخيص وعلاج أي حالات يثبت إصابتها، وتوفير الكواشف الخاصة بالفحوصات المعملية والعلاج. ولسه بنتكلم عن التوعية، وفي هذا الإطار أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن حملة توعوية بعنوان بر الأمان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع أن محاور الحملة تركز على ضرورة هجرة السلوكيات المنحرفة التي تؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع كله، كما تستهدف التأكيد على أهمية هجرة أفكار المشككين الذين يجندون إمكاناتهم لنشر أفكارهم المغلوطة وفرض آرائهم غير المنضبطة بهدف إثارة الفتن في المجتمع وتشكيك الناس في أمور دينهم. ومع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، قال حمزة عنبة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن أقل سعر لبرنامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي خلال موسم العمرة الجديد هيكون 25,000 جنيه على أن تبدأ أولى الرحلات قبل أكتوبر المقبل، وإذا جاء عدد التأشيرات اللي هيتم السماح بتنظيمها هذا العام قليل، فإن سعر برنامج عمرة المولد النبوي الشريف هتتراوح بين 28 ل 30 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرنامج الاقتصادي اللي بتبلغ مدته حوالي 15 يوم. وفي حكم فريد من نوعه، قضت محكمة الصنطة الجزئية بالغربية بحبس مواطن 2 سنين مع الشغل وغرامة تصل ل 100,000 جنيه بتهمة امتناعه عن تسليم حصة ميراث أولاد أخيه في تركة والدهم. وتقول تفاصيل هذه القضية أن هناك مواطن كان يعمل بالخارج وتوفي والده فترك لأخيه الأصغر نصيبه في التركة ليديرها لحين عودته، وفور عودته لمصر توفاه الله، ثم طلب أولاده بعدها باستلام نصيب أبيهم في الميراث، فرفض العم رد التركة لأولاد أخيه. قال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة أنه هيتم توجيه الدعوة للمشاركين في قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل للتعرف على تجربة مصر في حماية الشواطئ بوسائل صديقة للبيئة، وذلك بزراعة أشجار المانجروف في شواطئ البحر الأحمر لحماية الشاطئ من نحر البحر وامتصاص غازات الكربون المتسبب الأول في ظاهرة الاحتباس الحراري. الخبر الفشنك معانا النهارده. الحقيقه نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الالكترونيه وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص فرض رسوم اضافيه على المواطنين حال استخدام كارت ميزه لسداد المستحقات الحكوميه الكترونيا، واكد ان الدوله تتحمل الرسوم المقرره نظير خدمه الدفع الالكتروني من خلال ماكينات التحصيل. ودلوقتي معاد فقرة بخط الإيد. نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رسالة بخط يده عن ضرورة الأخذ بأسباب القوة وقراءة التاريخ بعين بصيرة لأخذ مكان بين صفوف شعوب العالم المتحضر، وجاء فيها: لم يكن تراث الأمة الإسلامية في يوم من الأيام عائقا لها عن التقدم والتألق والأخذ بأسباب القوة والعزة والمنعة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرة في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة، وعلى المسلمين أن يقرأوا التاريخ بعين بصيرة وقلب سليم ليتعلموا من جديد كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر ويأخذون مكانهم بين صفوفها. التوقيع أحمد الطيب.